حلم جديد. مصر بتحقق حلمها بنهضة تنموية في كل المجالات. برؤية قيادة سياسية اتخذت من العلم منهج عمل ومن التخطيط أسلوب حياة. حجم الرؤوس اللي يمتلكها الفلاح في مصر 2 مليون، ال 2 مليون دول لو اتغيروا اتاخدوا ال 2 مليون دول وادينا للفلاحين اللي هي النوع اللي بيزيد ده، اخش على الاسره ديت واقول له انا هديك راس او اتنين، الراس او اتنين دول يبقى هو الدوله مع المجتمع المدني قدرت تغير حياه الناس بمنتج يزود انتاج ويخفض تكلفه هذا الانتاج ثم اغير حياه الناس، وهو حلم كبير قوي بس مش كبير علينا ولا على المصري. وتسارعت خطط الدولة للاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية وصناعتها التكميلية، وبكده أصبح أمل الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني نموذج قابل للتطبيق، فكان الانطلاق نحو آفاق جديدة تحقق الأمن الغذائي عبر عشرات الصروح الإنتاجية الغذائية. الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني أحد القلاع الإنتاجية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والتي أقامت 29 مزرعة منها 21 مزرعة تسمين و8 مزارع حلابة، ساهمت في ضبط أسعار منتجات اللحوم والألبان وتوفيرها بمزايا تنافسية وجودة عالية وحماية السوق المحلي من الاحتكار. إنجاز اتحقق بسواعد 8000 من العاملين المتخصصين، بالإضافة إلى 50000 من العمالة غير المباشرة. وهنا بتكمل مصر الطريق بتحقيق حلمها لسد الفجوة الغذائية من اللحوم والألبان ضمن مشروع المليون رأس ماشية، واللي بدأ بتربية 200000 رأس، منها 180000 من عجول التسمين وعشرين ألف من الأبقار الحلابة. وبكده استمر العمل بملء الأمل حتى نجحت في إنشاء المزيد من مجمعاتها الجديدة، ومن بينها مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات، نطاق إنتاجي يضم 5 مزارع حلابة بقوة 5000 رأس، تنتج يومياً 150 طن من الألبان، فضلاً عن مزرعة تسمين إنتاجات مزارع الحلاب. كما يتسع المشهد لمستشفى بيطري ومبنى للتلقيح الصناعي. انتهت الشركة من إنشاء المركز العلمي البيطري للأبحاث ليضم 29 معملاً تشخيصياً وبحثياً ضمن أجنحة رئيس وراثي والجراحة والتجارب ذات الأمان الحيوي. يضاف إليها معامل متخصصة في البحوث الصيدلانية والبايوكيميائية والأغذية والمياه ومراقبة جودة الأعلاف، فضلاً عن منظومة للتعقيم ومزرعة بحثية وقاعات دراسية ومناطق إدارية. نصل إلى منطقة شمال التحرير بمحافظة البحيرة، حيث يقع مجمع الإنتاج الحيواني رقم 6، واللي بتتسع مزارعه الفرعية الأربعة لتضم 20000 رأس تسمين، بطاقة إنتاجية 10000 طن من اللحوم الحية في الدورة الواحدة، مستشفى بيطري ومزرعة نباتية ومناطق إدارية. نواصل جولتنا في الافتتاحات الجديدة وصولاً لمجمع إنتاج الألبان رقم 2 بالنوبارية، واللي بيضم 2 من المزارع الحلابة بطاقة استيعابية بلغت 2000 رأس حلاب
تنتج 60 طن من الألبان يومياً. ونمضي قدماً إلى محافظة الوادي الجديد وبالتحديد الواحات الخارجة، حيث يقع مجمع الإنتاج الحيواني رقم 7 واللي بيضم مزرعتين بيتسع ل10,000 راس تسمين، بطاقة إنتاجية 5,000 طن من اللحوم الحية في الدورة الواحدة. كما يتسع المجمع لمستشفى بيطري ومناطق إدارية وترفيهية. إلى مدينة سفاجة على شاطئ البحر الأحمر يتجلى المعنى الشامل للتكامل في مشروعات الثروة الحيوانية بإنشاء المجزر الآلي المتطور بطاقة إنتاجية 320 رأساً في الوردية. وبالإيقاع المتسارع يتواصل العمل للانتهاء من إنشاء حزمة من المشروعات الجديدة، ومنها مجمع للإنتاج الحيواني والألبان بمدينتي الحمام ووادي النطرون. وبكده مصر بتواصل طريق النجاح بافتتاح المزيد من المشروعات في مختلف القطاعات وسط سباق لا ينتهي مع الزمن. صدق اللي هتشوفه بعينيك في البلد دي لسه فيه وفيه. حقا إنها إرادة شعبية لأمة أبية تخلق من التحديات مزيدا من الفرص الواعدة من أجل حلم جديد.